في اتصال مع الاهلي السعودي مع مسؤول النادي الاهلي على محمد شريف، اعاره او بيع ولكن السكه مقفوله تماما. طيب ناخد كابتن علي بوريش. كابتن علي مساء الخير. مساء النور كابتن سيف، اهلا وسهلا. ازيك كابتن؟ ربنا يخليك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. البقاء لله كابتن. ثواب لله طبعا في كابتن ادهم. طبعا طبعا يا رب. اكيد حزن جديد النهارده في الشارع الاسماعيلاوي. يعني والله يعني ادهم اصله يعني محبوب من الجميع. ادهم يعني من الناس الاخلاق العاليه جدا، ومفيش حد ما يعني تعامل معاه ما بيحبوش. ادهم ده ملاك ماشي على الارض والله. فربنا يتولاه برحمته، يعني امر الله ومحدش بياخد اكتر من نصيبه. لكن الناس حزانه وزعلانه طبعا على ادهم. يعني كنت عارف تقرير دلوقتي يا كابتن، كنا عاملين تقرير عن الاسماعيليه ولسه هيتذاع، كان ليه هو كلمه بيقول ان النادي الاسماعيلي ما يستحقش كده، يستحق احسن من كده. طبعا 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 ادهم طبعا ابن النادي، واشتغل في فتره من الفترات، وكان قريب في الفتره اللي جايه دي كان قريب جدا ان يخش. يعني انا شخصيا رشحته انه يبقى متواجد. ادهم حاسس بالنادي عنده روح عاليه جدا في الملعب، وبيعكس الكلام ده للعيبه. ولكن طبعا الاسماعيلي في ازمه. طبعا في ازمه. نتمنى ان المجلس الحالي يركز في الفتره اللي جايه. يعني اتمنى، لان كل كلام المجلس حقيقه عن الماضي وعن مشاكل الماضي. طب ما هو ما حضرتك عارف قبل ما تيجي ان الاسماعيلي فيه مشاكل. فانت النهارده يعني نتمنى انت تحط الحلول وتصحح الاوضاع اللي انت شايفها خطا. صححها وطمن الناس وطمن جماهير الاسماعيليه على الفتره اللي جايه. ده اللي الناس قلقانه عشانه، بس بدل ما اتكلم في حاجات خلاص ولت وعدت. احنا جايين بروح جديده بمجلس جديد، والناس كلها هتساندها. نفسنا احنا كلنا معاهم، ونفسنا الاسماعيلي يعني ما بقاش فيه مشاكل، ونفسنا اللعيبه ترتاح جوه النادي الاسماعيلي، وبعد كده هتلاقي الاداء احسن بكتير ان شاء الله. الافضل ان شاء الله باذن الله كابتن للنادي الاسماعيلي. وبشكر حضرتك وبعزي حضرتك والشارع الاسماعيلاوي كله. يا رب يتولاه برحمته ادهم، والدوام لله وسبحان من لها الدوام. يا رب. بشكرك كابتن، شكرا جزيلا. كابتن علي بوريشة واحد من نجوم النادي الاسماعيلي، بشكره شكرا جزيلا.